مساء الخير. رجعوا الطلاب الموسم 11 من ستار اكاديمي ورجعت الحياه للاكاديميه. رجعوا ليشجعوا زملائهم الاربعه هايدي مروان محمد ونسيم يلي عم يتنافسوا على لقب ستار اكاديمي. بالحلقه الليله رح نتابع نشاطات كل الطلاب، لكن خلونا نبدا مع خروج حنان من المنافسه. بصراحه اجمل لحظات اللي عشتها في الاكاديميه هي ثلاثة مرات رجعت فيهم على الاكاديمي بصوت الجمهور وعرفت محبة الناس ليا. أسوأ لحظة عشتها هي اللحظة اللي تسنيت فيها اليوم النتيجة. كانت لحظة بصراحة شوية خفت فيها. كانت أسوأ لحظة. تحبي زينة ولا لا؟ طبعا بحبها. تحبيها قوي ولا لا؟ طبعا. تعتبريها صديقتك ولا لا؟ بصراحة في الفترة الأخيرة كانت دينا أقرب وحدة ليا، حيت ما عرفتش شنو طرا بعد المرات في لحظة قصيرة أو فترة قصيرة كتحس الأشخاص قرابين ليك. سو دينا من هاد الناس، من هاد الناس هادو. أقرب شاب لإلي هو رافائيل طبعا. رافائيل هو اللي علمني بزاف د الحوايج في الاكاديمي وقواني وعاونني. حنان ما تخافي من شيء، انت هون تكسر الدنيا ما تخافي. عارف كنبغي نقول ليه ميرسي، شكرا، ثانك يو، ايش لبديش، اي لاف يو، جو تيم، باسكو علمتيني بزاف ديال الحوايج وخليتيني اقوى وخليتيني نكمل هذه المرحله. ليك انا عندي حدود بالمزح، شو قلت لك المره اللي فاتت؟ عن جد عم بحكي. بتعرفي تختفي ولا بعلم؟ ما بعرف اختفي وما رح اختفي وانا رح ضلني هون. صراحه الخناقات اللي كانوا كيوقعوا بيني وبين رافائيل، واخا نرجع للوراء غادي ندير نفس الحاجه، لانه انا فاش يعني المحبه كدير هذا الشيء. وبالنسبه لي انا بالعكس ما ندمت على حتى شي لحظه عشتها، يعني صارت موقف صار بيني وبين رافائيل، حيت بالعكس انا كنعيش كل لحظه بلحظتها، وسواء جات عصيب او لما جاش تعصيب انا هكا داير يعني كشخصيه. و ابدا يعني ما كندم على حتى لحظه عشتها هنايا تعصبت فيها على رافائيل او دبزنا انا ورافائيل مع بعضياتنا. رافائيل عم احترمك، تحترمني اوكي؟ حبيبتي تعا خبري خبريه، شو خص كلمة تاكل بالسجاره بتجيبي لي سيرته؟ إيه؟ شو خصه هو؟ انا بعرف هو ايه، انا زلمه طالع له منيح وعادي. زلمه انت تفكيرك يا زلمه، انت بتفكيرك ما له طعمه. منيح انت؟ شو حبيبي؟ منيح؟ كيف حاسس حالك؟ اذا انت منيح انا منيح. لا عن جد عم بحكي. عادي ما هلا انت قمت؟ ميرسي. ميرسي على الاحترام. شو بدي؟ افضل صف عندي كان عند مدام بيتي ومدام ميدي. مدام ميدي لانها كان حسها حنين حنونه عليا. عربي عرض وحده مش اثنين. يلا اوكي. اوعى يلا. مدام بيتي لانه تطورت معها بزاف في التمثيل وفي المسرح يعني، وليت كنعرف نعبر اكثر واكثر. وكنقول لكم شكرا بزاف لاي واحد علمني هنا في الاكاديمية. حنان عن جد بدي اياكي شوي. هيدي بتسخن فيها وهي ولا لا يا بنتي؟ اضربي. ايه ايه يعني عم تستفزك هيدي. شيل الضحكه، جربي شيل الضحكه. لا بدنا ما عم بعمل تمرين كرمال هيك، كرمالي يعني بدي اكسر شوي صوره البنت الناعمه. بدي اياك عن جد شريره. يلا عصبي عصبي والله عصبت هلا. يلا وتضربيه كمان. بتعرفي انت عايزه ايه؟ بصي اقول لك حاجه، انت عارفه انت عايزه ايه؟ عارفه انت عايزه ايه؟ اوكي ماشي. زعلت النهارده. هاي بتتحول دي شريره على فكره، مش ممكن امثل معاها ولا شيء. ماما قالت لي ما عاديش نبكي، ولكن بصراحه نبغي نقول ماما كنبغيك بزاف. لهلا خدك عليا يا ربي، ويا ربي تبقاي ديما تشفق راسي. كان حماق عليك، انت احسن حاجه، انت وبابا احسن حاجه، الله احسن حاجه فريمون. الله عطاني هذه الهديه، زعما صراحه انتم هديه من عند الله.
كنحماق عليكم كنموت عليكم نتوما حياتي كلها بس ما غاديش نبكي حيت ماما قالت لي ما تبكيش كنحماق عليك يا احسن ام في الدنيا كنبغي نقول لبابا ان شاء الله ما نكونش خذلتك ونكون عند حسن ظنك واسمح لي يا الا صراحه كنتي باغيني نبقى الفاينل وما بقيتش يا ربي تكون فخور بيا يا ربي يا ربي وكنحماق عليك احسن اب في الدنيا كلها وبس في وياك وياك حبيت هواك حبيت هواك لحدو اكتر من المفروض وانت ولا قدرت علمت قلبي خلاص يوفر الاخلاص منك انا تعلمت كل لحظه عشتها في الاكاديمي انا فرحانه بها كل لحظه سواء انا كانت غلطه او لا مزيانه لانه الانسان من غلط كيتعلم وانا بالنسبه ليا انسانه طبيعيه جدا يعني كل حاجه كنديرها بطبيعتي يعني ما كنفكرش يعني بصراحه يعني ما يعني الا كنت متضايقه من شخص كنقولها له الا كنت فرحانه كنقولها له لهذا الشخص دونك اكيد لا ما غاديش ندم على حتى شي لحظه عشتها في الاكاديمي هنا اكيد لا اوكي ماش كده ما ينفعش انت اللي من اليوم من اليوم ملكك انا من اليوم انا ما غاديش نخرج من الاكاديمي وانا دابا هنايا معاكم هاد لا سيمين وغادي نشوف صحابي غنشوف رفايا اللي توحشتو بزاف وانتوما كنحماق عليكم بريك صغير ومنتابع حلقتنا مشاهدينا خليكن معنا منتابع يوميات ستار اكاديمي رجعت حنان وكأنه كل الطلاب بانتظارها واكيد لحظات من الاشتياق والفرح والتشجيع لحنان يلي صارت خارج المنافسة حميدة سي بابا هيا اخويا هيا جاتك اخويا جاتك الناس كلها برا مش قادره اقول لك حنان 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 في مصر والمغرب كل الدول العربيه بتعشق كل مكان بيدينا بيعشق رافائيل احترم حالك رافائيل احترم حالك جد مبروك عليكي فاينل يا نو مبروك عليكي والله انت وصلتي عليكي الفاينل وصلتي ايه سلمت عليكي يا عمر سلمت يا ميم اي لاف يو حبيبتي سعدت لك كتير موت فيك ده يوسف كان معانا في اول اسبوع اشتاق لك كتير سهيلة سلامتك حبيبتي جالي حاسه ظهرك تمام بيت شكرا عليك انت الاخير انت الحب الكبير الاول والاخير حبيبه حنان اي كلام بيتقال على المتخيل في السدره عايزه اغير ام الشوز ده اطلع غيره بسرعه لما يجوا يلا كبرنا جميل حنان يلا روح اشتقت لك كتير صباح
سافا. Ça va, je vais bien. Très très bien. Ils sont très très fiers de toi. Ah, galulé. Ils sont très très fiers de toi. C'est Kaina. Ça va. Babak, galulé, galulé. كنبغيو بزاف 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 وجمهورك. الحمد لله حبيبي جاي الحمد لله. وما يبقاش فيك الحال وراك عارفه. لا 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 صافا الحمد لله جاي يبغى الله وهذاك. I love you. يوسف ما قول يوسف. تصور تصور ما. لا فان تمام تا تا بعد اطلع بضحك عليك اي مجدي بونوي رافائيل بونجور رافائيل عم تحضرني؟ كنت رائعة اليوم شكلك كان واو 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 غير انه غنيتي حلو واو كان ما تزعل يا عشي كثير شو عامل حالك؟ شو؟ شو عامل حالك؟ شو عامل شو شو؟ كثير اللي بقلك شعريك هيك ثانك يو ثانك يو شو صار معك الحياة عم تحكي لي بطريقة هيك كثير بحبك كثير هيك كثير كنت حلو اليوم أول مرة بحضرك على التي في وكثير حلو معقول؟ أنت رفيال؟ أمك قالت لي لبسته سلو بابا قال لك ما تعصبيش يعني خليك كيف ما انت اكيد 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 عندنا اسبوع نقضي كثير حلو ندوزو مزيان ان شاء الله ويكون ما يكون على الخير هذا ما كان الناس كلها بتسلم هذا ما كان اختي فين المصريين كل فانزك في المغرب اتصلوا بيا ما فيش واحد بيطلع على فانزك من المغرب بسلموا عليك انت وفي ناس بتسلم عليك انت بس وفي ناس بتسلم على اكيد طبعا بيحبوك كثير في المغرب وبيحبوك بيقولوا لك وصلوا لك رسائل كلهم بيحبوك في المغرب وفي مصر كل جمالك كل الناس كمان بنتوقف مشاهدينا مع بريك صغير وبنرجع خليكم معنا الفاينلستس الأربعة رجعوا على الأكاديمية وكان الكل مشتاق لهاللقاء يلي بيجمع طلاب هالموسم مع بعضهم. تستاهل يا حبيبي تستاهل وحياة الله كثير معك وانت كثير رجولة يا نادي ملك يا عبرنا عبرني قلبك عبرني قلبك مستنيك يا زبالة حبيبي بارك بديك برنس سالت الله حبيب قلبي والله وحشتني حشنا علوش حبيب قلبي انت كل وقت اخبارك حبيب كيفك برنس يا حبيبي مبروك حبيبي مبروك 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 كيف
حلم اتحقق. يلا وحشني. مبروك يا برنس. شوله مبروك يا شوله رفاد يا بلد. كولا مبروك 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 مبروك. انا والله بتبسط قوي كل مره اجي اشوفك في المسرح. وانا كمان عايز من شان وحياة الله من شانك لحتى لاني بحبكم كثير. مش متخيل. لا اسال القمر ده اليوم اليوم انت انت القمر شو القمر هيدا حبيبي. ثانية وحشتني يا جدع. الحركات دي عامل ايه؟ مين ما سلم عليك؟ ليك مبارك. ليك زي الفل. ليك يا دودو. ليك طرف واحد ما سلم علي. حبيبي حبيبي. شو مبارك؟ شو مبارك؟ لبس عليك. صحابي خير. الله يلا لبس زيادة. وحشني وينك حبيب قلبي شو اخبارك؟ ايش مسويين؟ تاخرتوا يا اخي. اه كنا بندور حاجات بقى وبتاع ضبطتوا؟ ليك شو عملت اخر برايم؟ شو عم غني؟ ايه لسه هنكرر بكره. لسه هنكرر بكره. كنت كثير قوي اليوم اللي قبله. واو مو بس اليوم على فكره من حد العالم. الو ميكي امير تعال. اه قال لي تحدى العالم ما تفلسف فيها عارف وبطها. لا تاني مقطع قال على ستيل بيس. اه اخر واحد انا كنت متفق معه قلت له اخر واحد بس يرمي ناحيتين كده. الحمد لله بس بطلة. انتوا مبسوطين برا؟ انت كثير بجد الدنيا تمام نفسيا تمام؟ انا؟ اه الحمد لله انا كل شيء حلو تمام وصلنا اشياء حلوه وشايفين حكيت عنها بعدين تمام. انت عم صغير صرت تكتب عمرك ماشي جاي جاي حبل على البرايم على غشمه كثير 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 الله كثير 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 رجع والله انا اولهم برني. الدنيا كويسه الحمد لله برا الناس بتحبك. برشلونه كمان توحشتي ببكي وانا بعيط لك وانت في النومينيه وبتقول لي اشتقت لك. دينا كان نفسي بجنبي في الوقت ده. مامتك بقى اتفرطت عياط يا نسيم بتقول لي كده تسيبيه وتطلعي كده تسيبيه اقول لها يا طنط والله كان نفسي ابقى جنبه والله يا طنط والله. كلمتيها المره الاولى بس رجعت كلمت طنط على طول يوم اللي طلعت منه قلبت زغاريت. احنا كلمنا طنط زغاريت مش قادر اقول لك بقى وهي يوم ما رجعت انا زغاريت مش قادر اقول لك. روعه العالم كله برا يحبوك ما بيحسبك من جد ما بيحسبك حبيبي. هيدي قال لي ما في حدا يسبك والله ما في حدا يسبك في حدا يسبك ما في حدا يسبك والله جد كل الناس يحبوك. انت تونس مغرب كل شيء سلم عليك كل شيء تسلم مقلوبه الدنيا عليك برا ربي يستر. ازت الصغيره الغوات ما كاينش الغوات ما كاينش حافظ على صوتك مروان انت في الفينال قول لي لقبك ماشي هاد الشيء كامل تجي تضرب في السياره في الاخر ما فهمش فيها طبعا عشان من الهواء يقبر ما تبقاش دير كشكول تحيدو. اه يلا ما تخافش انا معاك انا مش على حبيبي. ايه انت شجعك بره علي بيدعم جالي كلام من بس قوي لازم تشوف المخده اللي جات لي جات لي مخده فظيعه انا وانت انا هاشتاج هايدي وعلي واحد احنا خلينا نوريك احد الجانا دقيقه نوريك الجانا على الدرج خلوه الكادويات على الدرج جايبيني زي بوكس كده مغلف كل صورنا لو انت من جوا كل الصور مقطعين يلا طيب انا عندي احلى ايمان مرتضى وانا انا ساكي مرتضى انت وفاتن
صوتكم وحده مشاهدينا رح يحسم النتيجة، فما تترددوا تصوتوا لهايدي من مصر على الرقم 1، مروان من لبنان على الرقم 2، محمد من مصر على الرقم 3، ونسيم من تونس على الرقم 4. بريك ومنرجع. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. مدام ميري زارت الطلاب، رحبت بيلي رجعوا، وكانت الحصة مهمة كتير لأنه التمارين الأخيرة بهالأسبوع رح تعمل فرق بأداء الطلاب. سالي هاي هاي اشتقنالكم، عرفت أنك تحكيتيني. يلا بس خلص، كيفك؟ منيحة وانت منيحة؟ كل شيء تمام ان شاء الله. لا نيو لوك لبقلك لبقلك ونني ونني وهدولك النايمين نايمين بضلوا نايمين على طول بعدين. ايه والله الأكاديمية تعذبت ودفعت مصاري وجابتهم من بلادهم لشو؟ لشو تيجوا يناموا هون؟ روحوا يناموا ببيوتهم. البارح ما ناموش بكري، البارح 5 الصبح. طيب بس بتعرفي شو بصير هلا؟ بنتي بدك اطلع لعنا. بنتي انا رح اطلع. الله راح نطلع معنا احنا. تطلع بنطلع كلنا في خرودة كمان. لانه نحن بعد عنا 4 هون. أربع كانديدا. أربع كانديدا. طب إذا كمان هني بدهم يسهروا مثلهم نوصل على البرايم كيف؟ إحنا خصنا نساعدهم أنهم ينعسوا بكري. بدكم تساعدون. بدكم تساعدون لأنه هول أصحابكم. ما نحن بمنع الغنم. وفلا سيسا. قوموا معي. يلا يا بنات. كبسة يا روح نعمل كبسة. لا سوني با بيرمي. شو قدامي؟ اوفر تو ماتش بصراحه. رافائيل يلا ما فيش نوم. رافائيل ولو على الناس مساء. عملت شعرك طلع يوسف. اتركوه هيدا مين؟ ايهاب. وهديك رافائيل. رافائيل يو يوسف. بونجور يوسف، كيفك؟ منيح؟ ايه ايه. وهون مين؟ هون مين؟ علي. علي 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 علي. اذا بتريدوا شباب لحظة سكينة، اذا بتريدوا شباب بونجور، خلينا نقول بونجور مبسوطين والحمد لله على السلامة. علي كيفك؟ علي احلى ميري بالدنيا. ما هيك؟ اهلا اهلا. هلا اذا بتريدوا بتقوم صباحو. ايه صباحو. ايه هلا بتقوموا بتغسلوا وشكم. رافائيل بونجور. رافائيل ايه ليك بدي لكم شغله. بدي لكم شغله، اذا بدكم ايه اذا بدكم تضلكم تسهروا هيك للخمسه ساعتها ما في فينال. تفضلوا خلصوا سيل بوبلي. رافائيل تي فا تو لوفي مينون. ايه وانت انت كمان. يلا بدي اشوفكم. قوموا من هون يلا تشوف وظبطوا شبوبيتكم تا واحد يبوسكم يشم ريحه طيبه. قوموا يلا يلا بني. هلا بدنا نعمل تنو، يعني بدنا نوقف على هاي، بس الشد ممنوع، وممنوع وحدة تسيطر على الثانية انه هي صوتها اقوى، لا، لانه بدي اسمع شخص واحد عم بيغني. داكور؟ يلا.
on se verra mardi. ثلاثة. ثلاثة. ما توقفي كثير. وعلى طول قعدي على كرسي هيك. هيك. ناطرتك الثلاثة بدي اعملكم فوكاليز لانه بكره بدكم تغنوا بالبرايم مش واحد شمال ويمين لك انت بزين انت بخير نشكر الله نشكر الله رح البسها اليوم رح نخلص جيك تعيش المغرب لا حبك ليه بس سامعة هيك لا حبك ليه مدام هيك باي رافائيل والآي انا ما اشتقت لك إذا حابين مشاهدينا تعيشوا التجربة مثل طلاب ستار أكاديمي، إذا عندكم الصوت الحلو والطموح الكبير وبتحبوا تكونوا من طلاب ستار أكاديمي للموسم الـ 12، دخلوا على موقع البرنامج www.staracarabia.com قوموا بتعبئة الاستمارة وحملوا فيديو بصوتكم. حلقتنا لليلة خلصت، أنا بلاقيكم بكرة، باي باي. نرجع ليك لا لا راه الدنيا بالدار بلا ما تديري حالات صيدتي الغزال اه انت اللي بديتي الخصام انت اللي بديتي على انت الحرب عليا انت اللي بديتي حمال العقوبة هاني والتوبة غلطتك انا في حياتك والله نسيتي غلطتك حطيت شيء سخن سيلي بطل سيلي بطل عايش بخير وهاني والله كبير سيلي بطل أنا تداني صبار هوا ينعل لي ومشوخ الله هوا أنا تداني صبار هوا تسمع اخبار بلدي محشمتي مش نهار تسمع اخبار اوه انا اتقدى لي صباري معاه اوه يلعن اللي ممشى وخلاه اوه انا اتقدى لي صباري معاه اوه يلعن اللي ممشى وخلاه